فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا نبي وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خليه عندك حتى عشان صح. تفضل يا سيدي، انا اسف جدا لحضرتك. صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الباب الدائم رحمه الله وحده وسعه ما فعله بعلوم معلوم الصالحين مساله. قال الامام ابو القاسم الفرقي رحمه الله: فان حضر وقت صلاه مكتوبه والا صلى ركعتين. قال هذه مشكله جدا، هذه مشكل جدا هذا. ماشي. قال المستحب ان يحرم عقيب الصلاه، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. طب نقف عند هذا وبعدين نبين. يعني هو الآن بيقول بأن الإحرام من السنة أن يحرم عقيب الصلاة، وفقال فإن كانت الفريضة فهذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. فرد معك أستاذ فريد، أنت رجل نبيل أحبك الله تحتنا فيه. تصوير مسألة هو أنه يحرم بالحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، أو يحرم بالعمرة وبعد ذلك يأتي يصلي العصر أو يصلي الظهر، يعني هو بعدما اغتسل ولبس الإحرام فقبل أن يلبي كانت صلاة فريضة فيصلي الفريضة، وبعد ذلك بعدما يسلم يلبي، أو يلبي إذا استوت به السيارة، كان على السيارة استوت بها على البيداء فيلبي. هذه مواطن ثلاثة لبى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طائفة قد سمعوا التلبية منه أو رأوه وهو يحرم في هذا المواطن، وهذا موطن تيسير على عباد الله جل في علاه. فصورة المسألة أنه يصلي وأنه يغتسل ويلبس الإحرام، وقبل أن يلبي يصلي فريضة، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرم عقيب الصلاة. فهم قالوا هنا فإن لم يكن وقت صلاة يصلي، صلوا صلاة سموها سنة الإحرام، فقالوا يصلي ركعتين. وهذه لها أمور، قد نقول من اعتاد صلاة سنة الوضوء يصلي، لأنه مع الغسل قد إيش تطهر، أو الغسل يتضمن الوضوء فيصلي سنة الوضوء التي اعتادها، ويكون بذلك قد أحرم عقيب الصلاة، لأنه وجد الوصف أنه يحرم عقيب الإيش عقيب الصلاة. والنبي لما فعل ذلك قال خذوا عني مناسككم، وأنه أحرم عقيب الصلاة. فهم قالوا إن لم تكن الفريضة فله أن يصلي ركعتين، ويسمونها هاتين ركعتين إيش سنة الإحرام، وهذا صراحة بعيد، يعني ليس فيه سنة والإحرام ليس له سنة بحال من الأحوال، إلا أن نقول أن هذه المسألة فيها مخرج فقهي وحيد. وش هو؟ قول نادر طالما أنت رحت أكثر مرة. ماشي، سنة الوضوء. أستاذ أول مرة أشوفك تصحى من النوم وتعمل لي كده، ما فيش خالص، أول مرة، ما أسعدني بذلك. منوفية ابتسامتك يعني بتخلينا ميت. تفضل يا شيخ، افتح الأبواب الصلاة. هو وجهتهم ماشي جيد. ها تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إلى بعد الصلاة. ماشي. لا هو المسألة هنا هي مسألة إلحاق، قالوا إلحاق الصورة بالصورة، لأنه قال خذوا عني مناسككم، وفي المناسك أنه أحرم بعد صفق إلحاق الصورة. أنت قلت ذلك بالله؟ طب أنا آسف والله، يبقى أنا ما خدتش بالي. قال كده؟ انت اقل واحد عداله تقول لي هذا الكلام. لحظه بقى شيخ قال اقل ذلك؟ قال ذلك؟ مش فاكر، لم يثبت ولم ينفي. قال ذلك؟
قال ذلك نادر. انت بتحب انه يصير نادر؟ قال ذلك. لا يقول هو ليه. طب قول اصلا مش قالش النص اللي انا قلته. لا بالالفاظ المباني ولا بالمقاصد المعاني. الله اكبر تفضل. انا قلت بس هم ان راوا الرسول صلى ركعتين احرم بعد صلاه لذلك قالوا يصلي ماشي يعني. بس انت ما جبتش الوجهه الفقهيه. حقيقة الأمر في هذا الباب هم قالوا الحق الصورة. الحق الصورة الشيخ بقى هذا الكلام الحق الصورة. فهم وهذا لهم وجهة قوية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني إيش مناسككم. وأن النبي لم يتقصد ها الصلاة يعني تقصد الفريضة. فلذلك قالوا إذا كانت هذه الصورة فالحق الصورة أن يصلي ولو كان يعني معتادا على صلاة معينة كصلاة تحية المسجد فله أن يصليها ثم يحرم على أساس أن الصورة الإحرام واقع بعد عقيب صلاة فيكون هنا ولد. لكن تسميها سنة إحرام هذا لم يكن وليس فيه سنة في هذا الباب. الحق صورة بأن الإحرام يكون عقيب في عقيب الصلاة وهذا قال به جماهير أهل العلم. نعم تفضل شيخ. قال استحب ذلك عطاء بن طاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر رحمه الله. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وقد روي عن أحمد رحمه الله أن الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء. لأن الجميع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة. قال الأثرم رحمه الله سألت أبا عبد الله رحمه الله أيما أحب إليه الإحرام في دور الصلاة أو إذا استوت به ناقته فقال كل قد جاء في دور الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته توسع في ذلك كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه رضي الله عنهم. وقال أنس رضي الله عنه لما ركب راحلته واستوت به أهل. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قال رواهن البخاري رحمه الله. طيب هنا في هذا الباب قال الاستحباب على جماهير أهل العلم استحبوا هذه الهيئة وأنه يكون الإحرام عقيب الصلاة. وقال يحرم أيضا إذا استوت به الراحلة وإذا بدأ بالسير يعني على البداية. هذه المسألة أشكلت على بعض العلماء لأن البعض قال بأننا سمعنا السلام يلبي متى يعني يدخل يقول لبيك اللهم بعمر وتمتع بالحجة أو لبيك اللهم بحجة عقيب الصلاة. ومن من قال استمعناه يقول بذلك وهو يركب على استوى على الدب بأبي هو أم أو ركب الدب. والثالثة أنه عندما استوت على البيداء لب. حقيقة الأمر البعض يقول لا الصحيح الراجح في ذلك بأنه لب عقيب الصلاة. ولذلك ابن عمر قال بذلك وغيره من كثير من العلماء ووهموا من يقول بأنه لب تلبية أخرى. ابن عباس حضر ذلك ابن عباس شاهد ذلك. والمثبت عندنا مقدم على النافي. طب ليه ما أهاب بسرعة فجأت يعني. تعلم والله تعلم بس انت طب روي هتأتيك في زيادة علم انت هي عندك والله عندك زيادة علم. فالمثبت يقدم على فهنا المثبت قد أثبت وقد سمعت رسول الله وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقيب الصلاة وأحرم حينما استوى على الراحل وأحرم عندما استوت به على البديع. قال ابن عباس وأفسرنا أبو داود فسمع طائفة الإحرام متى عقيب الصلاة فقالوا أحرم عقيب الصلاة وطائفة لما استوى على الراحلة فسمعوه اقتربوا منه لأن تعرف خذوا عني مناسككم فهم يتفرقون. فمنهم من التف حول النبي فسمعه وهو على الراحلة يلبي فقال لبى عندما استوى على الراحلة. ومنهم من رآه عندما أخذت في السير على البادية فسمعوه يلبي فقالوا لبى عندما أخذ في إيش في السير. وذلك علماء يقولون ومن السنة أن يفعل ذلك. والجماهير يرون أن التلبية تكون عقيب
مع قريب الصلاة. طب لما في مرجحات لذلك، منها مسير في مرجحات مش مرجح واحد. نعم جزاك الله خير. اولا لان ده فعل النبي ودي اشترك معه الثلاثه، لكن نقول هذا اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني فيها اطاله في مساله الاحرام واجرك عقد نسبك وايش ونفقاتك. والامر الثالث انه عقب طاعه عند الركوب، ليست الطاعه طاعه والسير، لكن عقب طاعه. فكل طاعه تكون يعني اذا اراد المرء ان يكون مقبولا عند ربي جل في علاه في امر جلل بيقدم بين يديه ايش كالدعاء، بيقدم بين يدي الدعاء طاعات لتقبل الاعمال، لتقبل الاعمال. قال والاولى الاحرام وعقيب الصلاه. لما روى سعيد بن جبير رحمه الله قال ذكرت لابن عباس رضي الله عنهما الهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم الله. فقالوا أهل حين استوت به راحلته وذلك. نعم كريم تفضل. نعم نفسه تفضل شيخ. ذلك انهم لم يدركوا الا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فاهل، فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهل حين على البيداء. يبقى كل طائفه راوه على حال فاخبروا ما يعلمون به. فالاوائل راوه وسمعوه وهو يلبي حين عقيب الصلاه، وبعد ذلك لما استوت كل ده اخترع ما جابش ما شوف واحد غيره. ثم الثاني أنهم سمعوه ويلبي على الدابة، والثالث عندما استوت على البيداء مشيت على الطريق. حبيبي أحسن الله لي. والأولى أن يكون عقيب الصلاة. نعم نعم هل حين على البيداء جمع ابن عباس؟ لا، هو جمع ابن عباس ثلاثة، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه معروف، ولكن الجمع هنا وان كان في ضعف يستأنس به على اساس الرؤيا، ولانه قد ورد الاخبار بذلك. قال رواه ابو داود والافرق، وهذا لفظ الافرق، وهذا فيه بيان وزياده علم، فتعين حمل الامر عليه ولو لم يقله. قال فهذا معلش شيخ. قال وهذا فيه بيان وزياده علم، فيتعين حمل الامر عليه ولو لم يقله ابن عباس رضي الله عنهما، يتعين حمل الامر عليه جمعا بين الاخبار المختلفه، وهذا على سبيل الاستحباب، فكيفما احرم جاز لا نعلم احدا قال كذلك. يبقى عندنا مسالتان ونتكلم عنهما. الاولى انه حيثما احرم زمانا او مكانا فقد اصاب السنه، ما دام في ذي الحليفه فاحرم بعقيب الصلاه، احرم عندما استوى على الدابه، احرم عندما سار على البيداء، في كل ذلك ينعقد احرامه وقد جاز. وهنا قال المرتبة الثانية مرتبة الكمال، فمرتبة الكمال أنه يحرم في هذه المواطن الثلاثة، لأنه قد ورد، وإن كان بعض العلماء يرى بأن الحديث في ضعف، لكن تلتئم الأدلة بهذا الحديث، ليست تقوية الحديث لكن تقوية للمنهج. لا لأن الله قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا إعمال الأدلة. إعمال الأدلة أصل أصيل في هذا الباب، إعمال الأدلة. جزاك الله خير. نعم. ولذلك قال فإذا أحرم ما نعلم لذلك خلافا جاز ولا نعلم لذلك خلافا. تفضل يا شيخ. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله في إرادة التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول اللهم إني أريد العمرة. من أراد التمتع وهو اختيار أحمد، معنى ذلك أن أحمد يرى أن أفضل الأنساك إيش؟ التمتع. ماشي. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك بوجوه ثلاثة، تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، إذا فرغ منها أحرم بالحج من عامها. يعني انت تقف على ذلك وناخذ الثلاثة أفضل. طيب ماشي. نعم. خلاص ما فيش مشاكل. هنا قال وجمل ذلك الأنساك ثلاثة، والأنساك كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه
الكرام الإفراد والقران والتمتع تصاعديا. الإفراد أن يهل بالحج وحده، وهذا الحج يا شيخ ده إفراد يا بابا، يجب الحج يهل بالحج وحده. يا نادر، نادر فرحان جدا. تعرف نسير سألت أنا عنه ما الذي جعل فيه، قال تأهل. وتركك، تركك يا نادر. يتزبب. فالإفراد أن يهل بالحج ويبقى على إحرامه، وإذا ذهب مكة طاف بالبيت استحبابا، واسمه طاف القدوم، طاف القدوم مستحب، طاف بالبيت. لكن له حالة، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة سقطت، سأسقط هذا الطاف يوم النحر. يوم النحر ما يكونش عنده غير طاف بالبيت فقط، يعني هو ذهب إلى الكعبة فطاف بالكعبة، له أن يمشي ويكون قدم عليه بإيش؟ بحق البيت، وهو طواف القدوم، طواف القدوم لأنه مستحب. فإذا زاد على طواف القدوم أن طاف بين الصفا والمروة، اعتمد هذا الطواف وسقطت عنه متى؟ يوم النحر. هذا لأنه مفرد، هذا لأنه إيش؟ وحتى القارن نفس الأمر. طيب، ويبقى في مكة بإحرامه لا يغيره، يطوف بالبيت ويؤدي المناسك، يؤدي الطاعات إلى اليوم الثامن، يغتسل إن أراد ذلك، لكن لا يستخدم طيبا لأنه محرم، فيغتسل ويغير الإزار والرداء لو أراد، ثم يدفع إلى منى ويبدأ في مناسك الحج كما سيأتي. هذا المفرد. وأما القارن فقريب جدا من المفرد، لكنه عند الإحرام يقول لبيك اللهم بعمرة وحج. وقد جاء جبريل إلى النبي الأمين فقال له، قال له صلي في هذا الوادي المبارك، وده بيستدل به أيضا من قال بسنة الإحرام، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، وقل عمرة في حجة. فالقارن أتى بنسكين في سفرة واحدة ولا يفصل بينهما بتحليل، وهو يشبه الإفراد ويشبه التمتع. يبقى في الوسط، يبقى أنا عندي إفراد قران إيش؟ تمتع. فهو له شبه بالإفراد وله شبه بالتمتع. شبهه بالتمتع أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، شبهه بالإفراد كثير من أنه لو جاء وطاف طاف القدوم ثم طاف بين الصفا والمروة سقط عنه الطاف وين؟ يوم النحر. لعموم قول النبي لعائشة أنه قال لها طوافق بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك وعمرتك، وهي قالت ذلك أيضا. فكان الذي طاف سقط عنه الطاف بين الصفا والمروة، الذي لم يطف طاف بين الصفا والمروة. وهنا يبقى الإحرامي أيضا إلى اليوم الثامن، ويدفع مع من دفع في الحج المفرد. الثالث وهو التمتع، والتمتع معناه أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة يفصل بينهما بإحلال. هذا التمتع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو موسى الأشعري قال بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقط الهدي؟ قال لا، قال طف البيت وصف المروة وتحلل الحل كله. قال الحل كله؟ كله؟ قال الحل كله. فالمتمتع بيطوف البيت وبالصفا والمروة ويقص شعره في على المروة، ويكون بذلك قد أدى عمرة تامة فيتحلل. حتى النساء، حتى النساء. ولذلك جابر يقول يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال أيذهب أحدنا إلى منى ومذاكره تقطر منيا، يعني من جماع الأهل ينكن على ذلك؟ قال الحل كله، قال الحل كله. فإذا أقول إخوتي الكرام هذه الأنساك الثلاثة، والإمام أحمد يرى أن التمتع هو الأفضل، التمتع هو الأفضل. ومال كما نرجح ابن تيمية التمتع هو الأفضل على الإطلاق إلا لمن ساق الهدي، فالقران له أفضل لأنه حل مين؟ حل النبي. ومن قال لا القران أفضل لأن الله ما اختار لنبيه إلا الإيش؟ الأكمل، قلنا هو قال
قال الذي ألجأني بذلك وجود الإيش الهادي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهادي ولا اعتمرت وتحللت. مفهوم؟ وحققت الأمر المسافة أقوال ثلاثة وسيأتي القول عنها، لكن الذي ندين الله به أن مسألة التمتع هو أحد قولي الشافعي، هو الأظهر دليلا، هو الأظهر دليلا، وأن أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع. تفضل. قال والإفراد أن يهل بالحج مفردا، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. يدخل على الحج، وهذا فيه جواز إدخال الحج على العمر. قال بالجمهور لكن العكس قالوا لا يجوز، والصحيح أنه أيضا إدخال عمر الحج أيضا تجوز. هو الآن اعتمر، طيب وهو ذاهب كهية وهي ذاهبة لتطوف حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارفضي عمرتك، يعني اللي هي إفراد، طيب وامشيت شعر رأسك واغتسلي، قال وأدخل الحج على العمرة، فإن طوافك بالبيت يكفيك، طوافك بالبيت وصفا المرة يكفيك لحجك وعمرتك. كيف الإدخال؟ هو أصلا قالت لبيك اللهم بعمرة، فيلحق عليها إيه الحج، فيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، يكون قارن وهو في البيت. طبعا هنا نقول خلي بالك الإدخال له شروط، لو تلبس بشيء من النسك ما يصح الإلحاق الإدخال، لأنه خلاص انفصل وتلبس بالنسك، فإذا تلبس شيء من النسك لا يدخل، يدخل عندما إيه يعني قبل أن يتلبس بشيء من النسك هذا. وأيضا في الحج نفس الأمر، لكن هم لهم شروط أيضا في الحج في هذا الباب، لكن على الشروط قالوا ويجوز إدخال العمرة على الحج. يقول هو أفرد بالحج مفردا أحرم به مفردا، يقول أدخل عمرة اللهم إني أن يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، لا رياء فيها ولا سمعة. نعم تفضل. شيء قال فأي ذلك أحرم به جاز؟ قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، قال متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران، وإجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا رحمه الله التمتع ثم الإفراد ثم القران. نعم شوف قال فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. حقيقة الأمر كيف يختار التمتع والنبي كان قارنا؟ قلنا نعم فعل النبي هو الأكمل، وما اختار الله للنبي هو الأكمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يقول بأن الأفضل هو إيه؟ التمتع. وذلك ابن تيمية توسط في الترجيح، قال من ساق الهدي فحاله الأفضل أن يكون كحال النبي وهو القران، ولذلك جعل ابن أبي طالب بذلك، لما جاء علي بن أبي طالب وقال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله، قال سقت الهدي؟ قال نعم، قال تعال ابقى على إحرامك. وقال أما القول فيدل على الأفضل المطلقة، لو استقبلت من أمر ما استدبرت ولما سقت الهدي ولا يعطى عمره وتحللت. نعم تفضل. وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس والزبير وعائشة رضي الله عنه، فالحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم وعكرمة رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. روى المروذي عن أحمد رحمه الله إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحج حتى ينحر هديه. وذهب الثوري رحمه الله. قال الثوري هذه الرواية الثانية عن أحمد، إنه إيش هو الرواية أنه إن ساق الهدي فالأفضل القران، وإلا فيكون التمتع. لكن الرواية الأولى على الإطلاق أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع. قال وذهب الثوري واصحاب الرأي رحمه الله الى اختيار القران، لما روى انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل به جميعا. هو ثبتها مسلم. تفضل. شيء لبيك عمره وحجه، لبيك عمره وحجه، قال متفق عليه. وحديث الطبي بن معبد او الصبي بن معبد حين لبى بهما ثم اتى عمر رضي الله عنه فساله فقال هديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وروي عن مروان بن الحكم رحمه الله قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه
فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجه، فأرسل إليه فقال: ألم نكن نهينا عن هذا؟ هو عن هذا؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا لم نكن نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله. قال رواه سعيد. قال: ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة وإحرام بالنسكين من الميقات، وفيه زيادة نسك وهو الدم، فكان أولى. فأبا مالك رحمه الله وأبو ثور رحمه الله. لحظة، الثوري هنا وأيضا رواه أحمد ذهب إلى أن القران هو الأفضل لأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن هذا فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي هو الأكمل. الأمر الثاني أنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة. الأمر الثالث أن بالقران يكون فيه المشقة، لما؟ لأنه سيبقى محرما إلى يوم النحر، أما المتمتع فإنه يتحلل ويستفيد بالحل بعد العمرة. وورد أيضا عن عائشة عن غيره الإهلال بالحج والعمرة. قال: هل النبي بهما جميعا؟ قال: لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. ومن قال بأنه متمتع يقصد بذلك أنه أتى بنسكين، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحمد قاله في رواية المروزي، قال: إن ساق الهدي فالقران أفضل. لكن الثوري قال بأن القران أفضل في كل إيش الأحوال، لكن يتفق معه في مسألة إذا ساق الهدي. نعم. قال: وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. روى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، بما روت عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال: متفق عليهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. قال: متفق عليهما. قال: ولأنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى. قال عثمان رحمه الله. قال عثمان رضي الله عنه: ألا إن الحج التام من أهليكم والعمرة التامة من أهليكم. قال إبراهيم رحمه الله: إن أبا بكر وعمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كانوا الحج. طيب هنا يقول ذهب مالك وابو ثور الى اختيار الافراد، هو ظاهر مذهب الامام الشافعي، وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشه، لما روت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج، فعائشه قالت افرد الحج. احنا دلوقتي عندنا روايات ثلاثه نبينها، ننظر كيف الجمع بينها. قالت افرد الحج. وعن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك انه افرد الحج، ولأنه يأتي الحج بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى. ولذلك ابن عثمان قال: ألا أن الحج التام من أهليكم. يبقى إذن هو قال الإفراد أفضل، وبين ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول تصريح عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. الأمر الثاني أنه في من ناحية النظرية أنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر. والجبر إيش يقصد بجبر؟ اللي هو دم التمتع ودم الخروج بدون أن يحتاج إلى جبر. فقال كان بذلك أولى. وأيضا حقيقة الأمر قال: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وهذا الإفراد من يعني فيه مشقة أعظم من التمتع، والقران مثله في هذا الباب. والصحيح في هذا الباب أن التمتع هو الأفضل، لأن كلام النبي قد أنهى المسألة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو وش قال: لو استقبلت من أمري مثل برد وجعلتها عمرة. طيب ننهي بس ولنا ونقف عندها. قال دكتورنا رحمه الله: لنا ما روى ابن عباس وجابر وابو موسى وعائشه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه رضي الله عنهم لما طافوا بالبيت ان يحلوا ويجعلوها عمره، فنقلهم من الافراد والقران الى المتعه ولا ينقلهم الا الى الافضل. وهذه الاحاديث متفق عليها، ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قبل مكه امر اصحابه رضي الله عنهم ان لا يحلوا الا من ساق هديا وثبت على احرامه. ان يحلوا الا من ساق سبق الكسامين قلت ألا أنا أن يحل ساق هديا وثبت على احرامه. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لو ساقت كنا معه. فقال: أهلوا بالحج مفردا. فقال لهم:
فقد احد وقد اهلوا من حج مفردا، فقال له حلوا من احرامكم بطواف في البيت بين الصفا وبين الصفا والمروه ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه. فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم به فلولا ان سبت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به. إذا أدلة متوافقة متضافرة على أن التمتع هو أفضل الأنساك، لا سيما أن الإنسان كان متمتعا، يعني كما سأبين إن شاء الله في القادم، يعني أتى بنسكين في سفرات واحدة. وقد قال تصريحا لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ها لا ولا ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها ولا جعلتها عمرة. وفي ذلك كما قلنا تحمل بعض المشقة، فيها أيضا إظهار الفسحة في الدين، وهذا يوافق أصل التشريع، وأيضا بأن النبي أمر أصحابه بذلك، أمر أصحابه بذلك. نقف عند هذه وإن شاء الله يبقى إذن الراجح، نعم الراجح هو أن الأنساك الثلاثة على خير، وأفضل هذه الأنساك التمتع، التمتع لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. فين؟ خلص المسألة؟ تفضل. قال في لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصلحكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلتم أمري ما استدبرتم ما أهديتم، قال فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال متفق عليهما. فلما قالهم من التمتع فتأسف إن لم ينكرهم ذلك، فدل على فضله، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال يقول سائر الأنساب لأن المتمتع يجمع له يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك، فكان ذلك أولى. فأما القرآن فإنه يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه، والمفرد إنما يأتي للحج وحده، وإن اعتبر بعدهما الثانية فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام، وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران، ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا، كان أولى. كانت فأما حجتهم حجتهم إنما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عنهم أولى. خلاص قبل أن نقول الجواب عنه بأوجه نقول أنه بين بقوله تعالى لو استقبلت ما استدبرت ولما سقت الهدي، وبين أن التمتع هو أفضل الأنساك، لا سيما بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استسلم من الهدي. والهدي هنا ليس جبرا ولكنه إيه؟ شكرا شكرا. ولأن المتمتع يجمع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالها وترزيه عن حجة الإسلام أيضا، ومع ذلك هو أيضا يزيد في المناسك. وأما القران فقد دخلت العمرة في الحج، وأعمال العمرة تنزل تحت أعمال الحج. أما التمتع فإن أعمال العمرة خاصة بها وأعمال الحج خاصة بها. فالصحيح في ذلك أن أفضل الأنساك على 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 على, على الراجح هو التمتع لمن لم يسق الهدي، لم يسق الهدي. يعني نكتفي بذلك. الموطأ إن شاء الله يكون في البيت، حتى أنا شفت الناس هنا بيموتوا والناس هنا بيموتوا. حي مين الموني والله إن شاء الله نرد عليهم بإذن الله. يقول أنا وزوجتي ملتزمين وتريد زوجتي أن تأتي بالتلفاز وتشغل القنوات الدينية وقنوات الأطفال للأولاد وأنا أرفض، فما تنصح؟ معلش أعاد السؤال مرة ثانية. يقول أنا وزوجتي ملتزمين ونريد وتريد زوجتي أن تأتي بالتلفاز ونشغل القنوات الدينية وقنوات الأطفال كرتون الأطفال وأنا أرفض. يجوز لا ذلك ما دمت أنت تستخدمها إلا في ذلك يجوز. خلاص هي تأتي بسبستون، أنا أجيب لك بقى القناة، تأتي بسبستون نادي الفرحان، تأتي عامة ماشي. يقال لها الآن أردتي تحملي، اعرفي أوقات البرامج ولا تفتحي إلا علاقات البرامج.
أنا لا أضيق في هذا الباب، لا أضيق، وهذه ليست ذريعة عشان أقول الحرام، لأنه تستطيع أن هي تتجنبه. لا بك بسأل الحرام والحلال. أنا أنصحه أنه أصلا لا يضيق عليها إن كانت ترضى بذلك وتذهب إلى ذلك، أنصح بهذا. والتضييق هذا سيأتي على حياتي بمفاسد على سمات الشخصية، ورد في ذلك لغاية ما يعني فروا مما هم فيه فرارا، وبعد ذلك رجعوا بالسب. أنت ما رأيت الرجل الذي طلع وقال ما بعد السلفية، وطلع بقى يقول لك اللي عملته فينا، وإحنا أصلا المرأة سابت الجامعة عشان نقابل تكلموا فيه، والمسألة كانت أيسر ما تكون، وعتابات على السلفيين في هذا الباب. لا ما فيش. طب ما هي هي بقى، ما الإعلانات هنا، الإعلانات هنا، فلاش تي سي بقى، ما مش في كمبيوتر اخش على النت. يقول لك انا مش فاضي اجيب لهم. اذا المهم احنا بنتكلم عن مساله تجوز ولا لا، هو ده الكلام. الان بقى احنا بنبحث عن الاكمل، ده امر اخر. نقول الاكمل الفلاشه في ما يكون فيه، وانت المتحكم في كونان، انت المتحكم في جريندايزر، فاهم حضرتك؟ لانه اصلا في كرتون، في شركيات، في كرتون، في شركيات، فلابد ان هو برضو ايضا لابد يكون عالم وعارف هذه الشركيات التي ممكن يعني ما سينقذ اهله منها. ما معنى ايش؟ لا عشان ما معنى سواق الهاتف؟ ما انا فاهم يا شيخ، هو ده سؤال الله يجيب. اخذ الهاتف ومشي بيه يا حبيبي، ركبوا ما اخذوا، ربطوا في اعطال الوكيل. الحمد لله الحمد لله هدينا هناك. جزاك الله خير يا وزير. كم احبكم في الله، يا رب ادم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا. تلبس بالنسك يعني قال لبيك اللهم بعمره، لبيك اللهم بحجه. نعم. وجيزة اسم افهم منه. خلاص تلبس بالنص. لا عشان الادخال لو طاف لا. ليه ما ايه؟ الله امره بذلك وقال اتاني جبريل فامرني فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج معيش. بيقول الانمي ام عبد الله جزاه الله خيرا من الحرص بمكان ومن الفضل بمكان، بتقول الانمي انمي، الانمي ده كرتون، تقول الانمي الحديث كله شرك، الانمي ده كرتون زي كونان كده. لا والله ام عبد الله حريصه جدا وفاضله جدا، وقالت لنا ذلك تشير ان الانمي حديث كله شرك. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يبقى يتحكم بقى هنا. نعم يكون صباحا حتى من الابرار خلاص التي هي احرص الناس وشد الناس حرصا قالت الموطأ صباحا انتهى، انت قتلت الناس. حفظكم ربي. طيب اللهم اجعل منك ولا صلاح وجعل وجهك خالصا ولا تجعل فيها شيء. وانا احبك في الله بزاف يا اكرم بكل لغه الاسود. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا وجعل عملهم في رضاك ومتواك وانت ارحم الراحمين. التشويش ده في قلت ياتي بها يا شيخ.
ياتي بها. لو الانمي دي في قناه يجيب القناه اللي ما فيهاش الانمي، يعرف ما مات الانمي ويقوم جاي شايل فيزا يقول ما فيش التلفزيون مش هيشغل فيها. نعم يا ابني احنا مالنا دلوقتي، انا بسالك عن مصادره. خلاص عرفنا انه حرام، هنقول هو الانمي ده بيجي طول اليوم. انا اصلا كنت بتتبع كونان وانا بختبر الماجستير، بروح بتتبع كونان عشان فيها دماغ. طيب فاقول بقى متى اسمع متى كونان، فاروح اشوف كونان. ايش فيها هذه؟ ايه رايك يا استاذ نادر؟ كونان سينشي، اسمه سينشي ولا صح؟ هو الثانيه معاه اسمها ايه؟ انا ناسي والله من زمن بعيد. ران اهو ده رابوش اهو خبير اهو كرومبو. بس دلوقتي ما انا ما بشوفش والله، ده انا بقولك من زمن كان عندي بعض الفراغ فاهم، فكان في دماغي بقى فالحاصل انا اقول انه اكيد له توقيت خلاص يغلق، يقولون هذا التلفاز يغلق من وقت كذا لوقت كذا، وبعد كده خلاص اهو. صفيه خالد كونان مليح ومسلي، مليحه ازاي؟ فرحان نادر اهو. راضي معك ايها الشامي الراقي النبيل، حفظك ربي. والله اجبت، تلبس بالنسك، دخل في النسك. قال لبيك اللهم بعمره، تلبس بالنسك اولا، لكن اذا تلبس بركن من اركانه ما ينفعش يدخل الحج. وجريندايزر هو يعني شوف متين الازهري معايا ماشي معايا في الطريق. في بقى ايام الكرتون الجميله شيخ لسه بغداد، علي بابا وياسمينه. ياسمينه وعلي بابا والعصفوره التي يعني حاجه جميله جدا. لكن ده ايضا فيه تخاريف، السحر كله موجود. هو افضل حاجه فيها المراه العجوز، نصير ممكن السحر العجوز. انت تعرف انا في اخ، كان في اخ عراقي احبه في الله جدا، يا رب سدده يا رب واحسن اليه يا رب، ادعو له جميعا بالله. فكان بيقول لي الكرتون ليس بهاتف بهدف، وانا الان بصمم كرتون وعمل اول حاجه عمل كتب، وبعد كده والله وباعها وفادت جدا تربيه بقى. كان كل شويه ياتيني يسالني ما رايك ايه اللي يدخل في السيره في كذا، اقول كذا، يقول سمات شخصيه اي صاحبي ممكن اجعلها سمات شخصيه يبحثون عنها في، اقول له كذا. فبقى يعمل كتب وبعد كده عمل كرتون حقا وتكلف من مالي هو، ما كانش الميزه ان هو مش عايش للدنيا، فماله هو نفسه انفق، الممول ما جاش وربح كثير، ان هو خلي بالك هو كان حدش كان متوقع ان هو يكتب له القبول، لكن بعد ذلك الله المستعان. الله يكون معه يا رب. قصص الانبياء وحياه الانبياء. نعم طالما للتعليم يجوز، طالما للتعليم يجوز، كالصغار ايضا الصور تمثيل تعليم له يجوز. قناه سمسم حولت، احنا بقى كده اشتغلنا خلاص بقى، ريم سمسم حولت كرتون كونان وغيرت في الاسماء اسلاميه وطريقه كلام واداء. اهو سمسم عليكم بسمسم اهو، انت اهو انشر بين الناس قناه سمسم. شفروها اهو طيب اهو سمسم اهو كونان واسلاميه كلها اهو الحمد لله. يبقى ولا انمي ولا غير انمي اهو، خليكم مع سمسم. ما شاء الله الخطاب بالله ما شاء الله. ما نسأل الله ان يحفظنا يحفظكم يا رب، ويحفظ اولادنا اللهم امين يا رب العالمين. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو الحمد لله السلاسل بينشروها، ونسال الله ان الاخوه والاخوات والمشرفين ياخذون من نصيحتك وينشروا كل هذه الدروس، لعل الله جل في علاه يجعل لنا يعني سهما من اعتدال الناس. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.